اهي شقة للإيجار، والحي اللي انا عايزه السيدة زينب. بقول لك ايه، ما تيجي نروح حتة تانية يمكن يكون ارخص. لا يا عم، انا بعشق السيدة زينب والسكنة فيها، على الاقل الواحد ياخد من بركات الست. تعال نشوف البواب. يا هلا الله يا اللي هيني. هتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر يا سلام، شايف في هريم قدامك عشان تقول لي يا ساتر؟ معلش يا عم عثمان، ما دي اول مره اصلا اجر فيها شقه. حلوه الشقه اسماعيل. ودي كام اوضه بقى على كده عم عثمان؟ في يا سيدي هنا في اوضه هنا واوضه هنا وصاله وحمام ومطبخ. اهم حاجه بكام في الشهر؟ 2 جنيه في الشهر. يا نهار ازرق، مش كتير عليك دول يا اسماعيل. يا عم هتزرق النهار ليه؟ انت بقيت بخيل قوي يا حمد. عم عثمان تعال فرجنا على الشقه. ماشي، نبتدي بالمطبخ والهمام. وراي وراك. حلوه قوي الشقه. فين بقى صاحب العماره عشان امضي معاه العقد؟ لا يا ابن والدي، انا عندي كارت بلينش من صاحب العماره، والعقد معايا ممضي وجاهز، بس في الاول تدفع 2 جنيه تامين. تامين؟ تامين عشان ايه؟ استنى بس يا حمد، اتفضل، ادي ال 2 جنيه التامين اهم، وادي امضيتي على العقد. اسماعيل ياسين، اتفضل اهو. مظبوط، مبروك. الله يبارك فيك يا عم عثمان. مبروك يا اسماعيل. الله يبارك فيك يا حمد. المهم ان انا هستلم الشقه دلوقتي. هنا بقى مربط الفرس. شوف يا ابن ودي، صاحب البيت ما يحبش حد يتاخر عن دفع الايجار ابدا، وانا انذرتك وخد اعذر من فنزر. تصدق كرش 20 ساكن قبل كده اتاخروا في دفع الايجار. لا ان شاء الله ربنا ما يجيبش تاخير، لا فنزر ولا ما فنزرش، بس اهم حاجه فين مفتاح الشقه؟ اتفضل يا استاذ اسماعيل، مفتاح الشقه. يا سلام، ده مفتاح الشقه؟ امال مفتاح العماره كله شكله ايه؟ متشكر. بص يا سيدي، انا بقى يلزمني قميص وجزمه جديده وبدله جنب البدله دي. شوف لي كده قسطهم كام دول؟ 50 قرش في الشهر. حلو، ويلزمني بقى أوضة سفرة وأوضة صالون. حيلك حيلك، سفرة وصالون مرة واحدة؟ لا، ما أنا هجيب يعني أوضة الصالون يا دوبك كرسيين وترابيزة، أوضة السفرة حندقة صغير، 4 كراسي مع ترابيزة صغيرة. سفرة وصالون لزومهم إيه؟ يا حمدي ما أنا هبقى فنان مشهور، افرض ناس جم ضيوف قعدوا عندي هيقعدوا على الأرض. اكتب بس سفرة وصالون دول مثلا قسطهم ممكن يبقى 2 جنيه في الشهر. ليه انت هتقسطهم على 20 سنة؟ اكتب بس يا حمد اكتب. اوضة سفرة وصالون. واوضة نوم. واوضة النوم لزومها ايه؟ ما تنام على اي حاجة. تصدق يا حمد في دي عندك حق. صح، اوضة النوم دايما بتبقى مدارية محدش بيشوفها. ممكن ابقى اجيب مثلا سرير سفري. سرير سفري؟ ما هو سرير السفري ده يلزمه مرتبة، والمرتبة يلزمها مخدة. خلاص بلاش يا سيدي، انا مع الارض وخلاص. ولا الارض كمان يلزمها ممسحة؟ الحق عليا ان انا بوفر لك عشان تقدر تدفع الاقساط. متشكرين يا سيدي. اكتب عندك بقى شماعة. شماعة؟ والشماعة عشان ايه؟ عشان اعلق عليها البدلة الجديدة اللي هجيبها. يا اسماعيل انت هيبقى عندك كرسي سفرة علق عليه البدلة. ماشي يا سيدي، بلاها الشماعة. اكتب عندك بقى طشت غسيل. ايوه، طشت غسيل وبور جاز وحبل غسيل ومشابك. مبسوط؟ مبسوط يا سيدي قوي. واكتب بقى عندك كمان لمبة جاز. لمبة جاز ليه؟ ما الشقة فيها كهرباء. افرض يعني يا حمد الكهرباء قطعت وانا معايا ضيوف هنقعد في الضلمة. لمبة جاز. ايوه يا سيدي. واكتب كمان عندك بقى حلة واطباق وكام. ولزومها ايه الكنك؟ ايه اللي لزومها ايه الكنك؟ عشان اعمل فيها شاي ولا اعمل فيها قهوه؟ طب ما تعمل في الحله وتوفر ثمن الكنكه. يا سلام، هعمل القهوه في الحله واصبها من قماش ووفر الكنكه. اكتب بقى عندك يا سيدي 4 شوك و4 معالق و4 سكاكين و4 كوبايات. الله،
وليه من كل حاجة أربعة؟ افرض عندي ضيوف، كل ضيف منهم ياخد له شوكة وسكينة ومعلقة وكوب، ولا هناكل بالدور؟ لا خلاص براحتك، بعزق براحتك يا اسماعيل. فاضل ايه بقى يا سيدي؟ فاضل ايه؟ فاضل اكتب عندك إيه؟ راديو عشان اسمع فيه نفسي.